يوم الدين إياك
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. له الملك وله الحمد يوم الدين وله من شر
جندنا والسلام جبل خرجنا والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أوتوا من أموال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. إليك يا ربي أقول عليك سبحان الله قال الله أكبر. الحمد لله العظيم بحمده دائما ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين لك الحمد ونعم الله اكبر ونعم الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مخرجا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ان الله غفور رحيم. افضل الذكر فعلى من رحم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسبل الأسرار وفي اليمين وغلاف التعجيب في اليسار سيدنا محمد المكفى وعلى الأطهار وأصل الأخيار بعد الظالم. اللهم إنا نسألك سلامة أهل الدين وعافية في الجسد وزيادة في العهد وبركة في الرزق وتوبة الفضل والمرور اللهم اعوذ بك من سكرة الموت والنجاة من الموت والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ويرحمهم بما غفروا واستغفرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار والمؤمنين والكفار الأرض آمين. اللهم اكرمنا بالإيمان وارحمنا بحسن الخاتمة صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة.